ولد عبد العزيز مكيوي عام 1934، اسمه بالكامل محمد عبد العزيز أحمد شحاتة، ممثل مصري وأحد النجوم الكبار في عصره. حاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1954 وعضو بنقابة المهن التمثيلية. شارك في أكثر من عمل فني ومنهم مسلسل أوراق مصرية عام 2003 والقاهرة 30، بالإضافة إلى لا وقت للحب عام 1963. ومن أبرز أعماله التلفزيونية دور الأستاذ رؤوف في خماسية للكاتب الراحل الكبير سعد الدين وهبة. لم يتخيل عبد العزيز مكيوي الفنان المثقف الذي يتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية بطلاقة أن يجد نفسه مهملا يعيش في الشارع بعد أن تركه أهله ومعارفه وأصدقائه يفترش الأرض ويعيش حياة المتشردين في الشوارع. تخلى الجميع عن مكيوي لا ينتهي به الحال في مدينة الأسكندرية الغريبة عنه، متخذ الأرض سريرا والحذاء وسادة والهواء الطلق غطاء، ينتظر الشفقة والإحسان حيث يعيش على الرصيف بجوار أحد المقاهي الشعبية في حي المنشية. قال أحد رواد المقهى إن مكيوي صاحب نفس عزيزة، رفض كثيرا أن يمد يده ويطلب العون من أحد إلا بعد أن تعرض لحادث سيارة وأصيب في ساقه بكسر لم يشفى منه بشكل كامل وجعله يسير على كرسي متحرك. توفى الفنان القدير عبد العزيز مكيوي صباح يوم الاثنين بأحد دار المسنين بمصر الجديدة عن عمر ناهز 82 عاما. جاءت وفاته بسبب أمراض الشيخوخة في دار مسنين بمصر الجديدة، حيث كانت تتكفل نقابة المهن التمثيلية برعايته. وفي الختام لا يسعني إلا أقول رحم الله عبد العزيز مكيوي. بوابة أخبار اليوم.